تحياتي، خليل الشريح معكم. الأجهزة الحديثة مصممة على أنه ما يفوت بجوتها مي، ولكن أحيانا بفوت مي في السماعات. ففي شورت كات موجود بيساعد على استخراج المي من السماعات عن طريق عمل أصوات معينة، فبالتالي المي بتخرج من السماعات، ما يعني بيساعد في استخراج الماء من السماعات. أول شيء بتتوجه للإعدادات، بعدها شورت كات، وبتفعل allow untrusted shortcuts اللي هي التطبيقات الغير موثوقة. بتختار allow، بتنقر كلمة المرور الخاصة بيك، بعدها بتتوجه لمحرك بحث جوجل. في سفاري تكتب water shortcut، تختار أول نتيجة بحث، بتختار get shortcut، بتنزل في الأخير آخر شيء بتختار add untrusted shortcut، هيك بنضاف عندك. في حال انه فات مية في السماعة عندك، كل ما عليك انك تتوجه للشورت كات وتختار ووتر انجكت. لاحظ في اول ما فعله بيطلع صوت للجهاز وبرتفع صوت السماعة، تنقر وبتحط بيجين انجكشن. لاحظ الصوت، اذا انتو سامعين الصوت، صوت معين لاستخراج الماء من السماعات. تابعوني لمزيد من الشروحات واخبار التكنولوجيا.